السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شريت فريتوز للوالده ديالي، فيها 5 يترو كما تتشوفوا، وهذه فايت انني شريتها في فرنسا، ودابا انا راني كاينه في المغرب وشافتها الوالده وقالت لك ضروري نشري لها فريتوز من المغرب. نحلها معاكم، العظيم الا نفعتني بزاف بزاف بزاف. هذه شريتها من المغرب، انا تنتواجد في بني ملال، شريتها من كارفور، تدير 26 ريال. هانتوما كما تشوفوا فيها 5 يترو كبيره تبارك الله ما شاء الله. انا اللي عندي هذيك اللي عندي فرنسا فيها 9 يترو وفيها جوج نينجا. هانتوما كما تشوفوا طريقه الاستعمال، نقدروا نتنبركوا على هذه وتنحلوها. هذه باش ميزه بان تقدي تفايت تقدي بحال هذه، وهي راه اقتصاديه بزاف بزاف بزاف. هانتوما كان هاد البوطونه كما تشوفوا، هانتوما كما تشوفوا كما تشوفوا لو بور ديالها هو هذا. هانتوما كما تشوفوا اللي ما فهمات شي حاجه، كلشي كاين هنايا. هانتوما كما تشوفوا الفريت فيها 15 مينوت 200، تقدري ديري ب 200 حتى ل 180 كاين هنايا. المهم كلشي باين لكم هنا واضح. بالنسبه كما تشوفوا هنا باش نشعلوه وتنطفيوه، هنايا بحال قلتي واش 200 نقدروا نقصوا هنايا. هانتوما كما تشوفوا تنقصوا، ولا بغينا نزيدوا من هنا. هادو كما تشوفوا لي مينوت، هادو الدقائق كما شتي. وبالنسبه للام هو اللي تيقول لك واش الكيش، واش اللحم، واش الدجاج، واش المهم كلشي مرسوم لكم هنايا. بالنسبه لهاد اما نقصوا اما الزياده والنقصان هنايا. المهم تديروا داكشي اللي تديروا تطيبوا هنايا، وهنا ما تديروا لا زيت، اقتصاديه بزاف بزاف. بالنسبه باش نخدموها ها هي سهله، تنديروا تنبركوا على هذه. عندك الام هو هاد المنيو هذا، ها هو الام اللي نفرض بغينا نديروا الفريت نقدروا نقصوا من هذه. هنا هما المينوت بالنسبه لهذه درجه الحراره، وبالنسبه لهذا بالنسبه كما تشوفوا معايا لا بغينا الدجاج، الكوتليت، الخبز، الكيش، اي حاجه كلها كاينه هنايا. هذه هي طريقه الاستعمال. من بعد ملي تنكملوا تنبركوا على هذه باش نخدموها. ها هو خدام، الا قدرتوا تسمعوا راه تسمعوا. وهذا ما كان، شكرا. فريت عادي.